اهلا وسهلا بكافه الساده المشاهدين. اكيد اليوم الاسود في كره القدم العالميه، حيث 30 من اكتوبر تاريخ خاص في عالم كره القدم، لانه يوم مولد اللاعب الذي نظر الكثير من الافضل في تاريخ اللعبه، دييغو ارماندو مارادونا. و25 نوفمبر هو يوم الحزن ويوم البكاء لرحيل الايقونه. توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاما بعد إصابته بسكتة قلبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية محلية ظهر اليوم. وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله إلى المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات. وخضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع نوفمبر الجاري لعلاج تجمع الدموي، إلا أنه على ما يبدو عانى من مضاعفات صحية من جراء العملية الجراحية. وغادر مارادونا المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري، وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاج من إدمان الكحوليات. ويعد مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ. مارادونا أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، هكذا نعى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. أيضا نادي نابولي الإيطالي نعى الأسطورة الأرجنتيني على موقع تويتر، كما كتب نادي برشلونة الإسباني على موقعه: شكرا على كل شيء دييغو. ولعب كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا في بوكا جونيور، نابولي، برشلونة وغيرها من الأندية، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة، ويعتبر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم 86 في المكسيك. أكيد بطولة كأس العالم في المكسيك 86 أكيد تاريخ لن ينساه كل الأرجنتينيين وأيضا كل التونسيين، لأن تزامنت الأحداث آنذاك. كان الحكم التونسي السيد علي بن ناصر الذي ينضم إلينا عبر الهاتف في هذه اللحظات. سيد علي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية لكل المشاهدين. سيد علي، الساعة في وهلة أولى، كيف تقبلت خبر وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا؟ والله ككل الناس، يعني مارادونا اسمه كبير وصورة من أسطورات كرة القدم وفلتة من فلتات الزمان في لعبة كرة القدم. يعني أنا شفت مثلا مارادونا، شفت كرايف، شفت اللاعبين القدامى الكبار نتاع جيلي واللي بعد شوية، وكانوا ممتازين طبعا. لكن مارادونا جاء في وقت اللي حتى طرق اللعب نتاع كرة القدم صار حصار أكثر بخصوص المرمى وغيره وغيره، وكانت فنيته عالية، وكان لاعب اللي لما ينزل الميدان مش يبتلي الفانيلا بتاعه عرق، انما يعطي جاهد واكثر من جاهده، وكل اللاعبين اللي باش يواجهوه كانوا يبداوا يقولوا كيفاش هذا نجموا نوقفوا اللاعب هذا، لاعب اسطوره كبير. وانا صعبني الحظ اني حكمته في 86 المقابله الشهيره، لكن تعرف اني قبل ما نحكم المقابله هذه سنه 66 كنت اول سنه دخلت للتحكيم، كان كاس العالم في انجلترا وكانت مقابلة أرجنتين وإنجلترا، وكان الحكم من الاتحاد السوفيتي. وصار ما صار في المقابلة وأنا صغير، قلت يعني الحكم الصعيب، التحكيم صعب لهذه الدرجة. صارت يعني بعد 20 سنة حكمت المقابلة أرجنتين وإنجلترا، واللي كانت يعني مرشحة لدور نصف النهائي كما تعلموا، بعد ما ترشحوا ثلاث دول أوروبية. يعني مارادونا في نص الميدان يحكم، أنت ما تسمحش لروحك بتغمض عينك لحظه. هذا اللي حبيت نساله سي علي قبل ما نوصلوا على لمسه اليد اللي اعتبروها لمسه يد ربانيه في الارجنتين. احكي لنا على مارادونا، وقت تبدا تزفر مارادونا بجنبك تتلفت انت، لانك عاشرت الاوقات هذوما وعشت في معناتها في احسن الاوقات نتاع مارادونا. احكي لنا على مارادونا، فنياته كيفاش يعمل، اسكو كان اجريسيف؟ مارادونا كل لاعب يخشاه، لانه هو قادر، ما تعرفش عليه شنو اللي باش يعمل. يعني انا نحب، انت تعجبت على الهدف الاول نتاع تسجل بليت او نرجع له، لكن لو ناخذ الهدف الثاني كان يعني من وسط الميدان تقريبا ولا بعد شويه خذ الكره 3 محاولات يحاولوا باش يسقطوه ويتعدى منهم ويدخل منطقه الجزاء. ونحكي لك انا طرفه صغيره يعني وانا في اللحظه هذيك شنو هو شعوري وشنو هو الشيء اللي قمت به. لما دخل منطقه الجزاء بعد ال 50 متر اللي عملهم وتعدى 3 محاولات وانا وراه نقول له ادفانتج، واصل اللعب من المره حتى قريب يمس العشب، دخل منطقه الجزاء وانا كنت في الدائره نصف الدائره ذاكري بعد منطقه الجزاء، حضرت الصافره، قلت السيد هذا بعد 50 متر جري وتعب وراه 3 لاعبين
يعني يكون تعب شي يحاولوا يسقطوه من تحت الجزاء. فوجدت الساق نتاع المدافع في ساق مارادونا والكره في شباك شيلتون. كنت يعني تزفر ضربة جزاء. كنت ضربة جزاء لازم تهيل يعني تعرف انت قرار الحكم بضربة جزاء ما يلزمش يتهاون ولا يتسرع ولا يتاخر، يلزم في لحظه الناس تشوف الخطا يلقى صباع متجه نحو نقطة ركل الجزاء والصافرة تندلق. باهي كان نرجعوا للقطة في حد ذاته، نرجعوا للقطة الشيء. تم رغم الجهد اللي عمله نتاع ال 50 متر كانت الكورة في شباك شيلتون وسجل الهدف، هذا بالنسبة للهدف الثاني وفعل الصورة وكل لاعب باش يعرضوا. أنا ندخل في شعور المنافس نتاع مارادونا يقول اش يلزمني نعمل أنا. مع ما تظن هاللاعب هذا شنو هو كيفاش نجم كيفاش نعمل معاه في الوقفه؟ معناها الراجل قادر على كل شيء. ثاني حاجه حبيت نقول ورب الملاحظه انه مارادونا في صغره مره حكاها في انترفيو قال انا كنت صغير يلزمني نعارك ولا نضرب باش ناخذ كلمه خبز قطعه خبز. يعني كان باتايور دو بريمير كلاس. صحيح صحيح. باهي سي علي كان نرجعوا على فريق وعلى غيره. كان نرجعوا لمارادونا ولمسه اليد الشهيره، نعرفوا فما تبعات كبيره وكانوا بعد جاء لتونس وجاء حتى زارك واعتذر منك معناها شخصيا. خلينا نحكي لك على الهدف الاول. الهدف الاول سنه 86 كانت تسمح انه ما كانش حكم وحكم مساعد. كنا حكام ساحه نمشيو مره نحكم وسط الساحه ومره نكون كمساعد كحكم خط. بدات من سنه 90 الاختصاص نتاع الحكم المساعد. انا كان معايا في المقابله هذه حكم من بلغاريا رحمه الله اسمه دوتشيف وواحد من كوستاريكا اسمه يولو. قبل ما نبداو كاس العالم استعطى لنا الاتحاد الدولي ومن جمله التوصيات والتعليمات اللي عطونا قال انتم حكام كل واحد في قارته او في بلده يعتبر معناها من احسن ما فيه. هنا انتم ثلاثة حكام مع بعضك. يوم تعمل تكون في التماس او تكون كحكم وسط لابد ان تاخذ براي زميلك اذا يكون اقرب منك. فهمتك. لو ترجع انت الهدف الاول للصور هيثم وتشوف انا لما تحكي الهدف انا راجع نص الميدان وانا نجري للخلف وننظر زميلي لعله يراجع الصوره لانه كان عندي شك انا في الهدف. فتحسب الهدف. فهمتك. وكنت وفي المقابله ذيك بكل تواضع ربي وفقني يعني تعتبر توا الحين خريف فيها بالفيفا كاكاديمي للحكام وغيرها خذيت 9.4 من 10 واعتبرت تحكيمي كامل والمساعد دوتشاف رحمه الله هو اللي ما قامش بواجبه حتى الاتحاد الدولي قالوا ان الحكم قام بواجبه لكن المساعد سامحه الله ما قامش بواجبه المفروض هو ينحي الهدف. سي علي في كلمه زيارته كيفاش كانت ليك لتونس وكان حتى اعتذر ثم جاني بسرعه سي علي على الوقت ده سنه 2015 28 اوت جاء في نطاق زياره باش يعمل هنا دعايه وتمت الزياره في بيتي هنا عدينا قضيله عشويه يعني تقريبا 4 ساعات قمنا بالواجب معاه من احلاو عربي كتونسي وجاء المخرج معاه وجماعه قالوا لما تقبلوا في بيتك انا كنت في الصيف لابس الجلابيه حتى الصوره اللي عندكم في الجلابيه وجاء هو زوجته ايوه وهدا لي الفانيلا نتاعو كاتب عليها فورم معناها صديقي الى الابد علي وصحح فيها كان لما جاء يرفع فيدي ويبوسها ويقول الي 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 ويتكلم جابوا مترجم يتكلم بالاسبانيوري وبالفرنسي فانا جملته جاء في بيتي قلت له قلت له قل له مش الارجنتين اللي رفعت كاس العالم في مارادونا اوكي صح بعد لحظه قال انا نرجع له انا اذا كان خذيت احسن هدف في القرن سيغراسا سيمسيو اللي اكتسب ورسمات هو سيبني في الهدف شكرا وكان يعني وكان يعني هو ولد شعب وجيعان بالكوره يحب حتى وصل وصل داخل اللاعب اللي متشوق ويحب يلعب ديما ويحب يربح لانه حكيت لك على طفولته كيفاش تربى وغيرها وغيرها يعني من اكثر اللاعبين انا تفرجت في بيليه وتفرجت في كرويف وتفرجت في كثير من اللاعبين ودي ستيفانو وغيره وغيره يعني هو وحده لان قلت لك الانظمه نتاع اللاعب تغيرت وكان الحصار كبير باش توصل للمراه وغيره يعني فرد اسطوره من اساطير اللعب ولما تحكم له يعني تحس بنشوه وفرح كبير بنتحكم اكبر اللاعبين في العالم لكن لا تسمح لنفسك انك تسكر حتى عينك. شكرا لك سي علي شكرا لك مشكور على هذه الشهاده للتاريخ. مارادونا رحل ورحل اله كره القدم هذا ما اكده كل الارجنتينيين وخاصه الايطاليين احباء نادي نابولي.